عاد إسا العرب شو عم تعملين؟ ولا إيش؟ ما عم بساعدونا بإيش؟ هيا منتهيين عننا وقاعدين بتذبحوا بفلسطين، بتذبحوا هون شباب نهر البارد تذبحت هون وطحونا من نهر البارد وتحشطونا وخلونا هون إجوا بضحكوا علينا بكرتوني ندفي الكرتوني بيجيبونا فيها أواعي صغار هالقد القطعة بتلبسش الطفل شو في؟ يعني مضينا ضحك بضحك ولعب بلعب وكل لعبة علينا العبوا اللعبة على أمكم العبوا اللعبة على الشعب الفلسطيني شو في إنا إحنا يا خالد؟ والله ما إنا اللي بهدلونا الله يبهدلونا بس كلهم يدقوها مثل ما دقوها إسا بتعرفي أنا بقوم بصلي قيام الليل وبصلي الصبح وبصلي الضحى وبصلي كل وقت وبدعى كل من سعانا ودعانا وأطلعنا من بلادنا يذوق مذوق ويشرب حصرة طفوا في البلد ضرب بالطيران طبعا أنا من اللي انضربت بيتنا يعني والدتي كانت تحت الردم وإشي بس ظلت عايشة قمنا عنها و ضربتنا وطبوا ضرب بالطيران برضو وظلينا صابرين كل يوم يهجموا طيران ويهجموا عليها المهم مرضوش يسلموا المصريين هاي اللي أنا ما أعلم ولا الناس المناضلين اللي من البلد ما سلموش قالوا لنا 7 أيام بترجعوا ما حدا يسكر باب والله لا سكرنا باب ولا هينا طلعنا مكنسين ماسك الولد بإيدي والبنت بإيد وطلعنا بالشخاطير يشحنوا بالسيارات يشحن كيف الغنم لما يشتري الواحد شليط غنم يحطوها بالسيارة يزتونا مثل الغنم بالسيارات لوين بدنا نروح صرنا نفوت على هالبلاد ما بدنا نطلع من مرة صرنا نتلطب هالبلاد والبلاد يا الله تسح أصحابها شو إحنا مهجرين تهجرنا ببلد اسمها شفعنا ضلينا 8 أشهر فيها رجعوا هاجموا هربنا اطلعنا والله مشينا بشارع اطلعنا على عرابي عرابي بلد اسمه عرابي من عرابي وصلنا لوين على فرافي بلد اسمه فرافي هاي وصلنا لهناك قال لوين بدكم تروحوا والله مطرح ما بتاخذونا ما نروح ماشيين ماشيين لفرافي شوف ببعدها وصلنا لهناك قال يلا صاروا يجيبوا الشحنيات ودونا وين على بنت جبيل على هالبركه تحت التين الله وكيل نايمين جوعانين عطشانين حطونا وين ضايف اسا؟ قال انتو تحبوا وين بدكم اي بلد؟ اي بلد؟ احنا بنعرف البلاد؟ احنا والله بنعرف البلد. كانوا يشتغلوا بالسر يعني انا والله اني كوني اعرف الانجليزي يعني واقف مع جند انجليزي والله جرت معي يمين بالله. قال له محمود خطوات قال له وات يو دو وين ذا اسرائيل بي جوفرمنت؟ شو تو وات ذو ستوبيد ماي ستيكس ذرو ذيم اوت والله بالعصي. قال او يو دونت اندرستاند كتو قال ذي هاف 70 سولجر اندر ذا ارمز عندهم 70,000 تحت السلاح الله اكبر الجنود العاديين يعرفوا هذا احنا ما كنا نعرفها فكره حبيبي ما في شيء والزعامات عندنا مختلفه هذا حزب استقلال هذا حسيني هذا نشاشيبي هذا اصلاحي هذا كنا عندنا سلبيات الله كان كان عسنانا بالكماشة من دون ولا إشي إيش أتذكر أتذكر أخوي اللي دحبروه يعبطوه دحبروه فإيش أتذكر أتذكر في هنتنا أتذكر في كرامتنا في كرامة عندنا لا ما في كرامة عندنا فيش كرامة عندنا ولا دولة عربية بتحب أي شعب فلسطيني وأنا بقولها أشتغل فهمتي فيش عربي يحبنا إحنا أبدا مش ولد ولا مرة ولا فلوس ولا فلوس ولا قصور فلسطين بتجيني بعد الدين اولا الدين لانه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله انا مسلم الحمد لله اول شيء ديني لانه اذا تمسكنا بالدين بنرجع على البلاد اما اذا ظلينا احنا نتبع شمال ونتبع يمين قضيه دين ومدين هذه الدين المهم اللي بتمسك في الدين يعني لانه ربنا بيقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يعني بتجيني الفلسطين بعد الدين مباشرة ليالي رمضان كانت الدنيا بلشوا بهالبلد أذان المغرب الناس قعدت عم تفطر حاطين هالفطور قاعدين القصف قام على جميع المناطق يعني طوقوا البلد من عدايرها
ونزلوا طيران يضرب والدبابات تضرب والرشاشات. تركنا هالأكل يا حرام والله ما فترة العالم يا خالتي. طلعنا ما تركنا الأكل ممدود وتركناه بالأرض وطلعنا. صرنا نركض في أكبر قدر حافيين ما لابسين، يعني واحد قاعد ببيته متفضخض وقاعد مرتاح بده يفطر. ولا بدنا ضفة غربية دولة وهاي الدولة وغير الدولة هاي. تركوها زمن صلاح الدين أيوب 200 سنة وراجعت. اتركوها يا أخي للزمن، خلوهم اليهود، احنا اللي مضطرين للسلام واللي هم اللي مضطرين، هم اللي مضطرين للسلام، احنا ما احنا مضطرين للسلام. احنا شبابنا، انا الي كذا ابن عم استشهدوا بفلسطين، هم وليد هون بيعرفوش اشي عن فلسطين، لانه الشعب الفلسطيني ما بينسى، ما بينسى ابدا. والله صح لي سقفة أرض 5 دولمات ببلاش لأنه أصحابي وبدهم يعطونا إياهن. هانا في القويسنا أبوي قال بيني وبينهن الله، بدكوا تأخذوا ابني مني لما بتسجل له اسم هانا، خلص بدكوا تأخذوا مني. والله ما بتأخذهن، وتكاتل هو صاحب الأرض، عزيز علي صاحب الأرض كمان. ومات الحمد لله انه حلف بالله العظيم اني الليله رحت على ذكرين وجبت لك يابا حبات تين 4-5 حبات هالقد، ولقاني في شيخ انا كان من القبيبه، لقاني الشيخ الفلاني واخذ الحبات مني، ولا انا جبت لك اياها. كيف بدي انسى فلسطين؟ انا هلا مستعد هلا، ها اشلح العباهي، أنا شوفور دبابة، رامي أرباجية، رامي رشاش، يسلموني، مستعد أنزل على الجبهة، أموت بوطني، مستعد أنزل، ما ظل فيها، أمل ما يعني، لا أمل بالله، 60 سنة عم أقول بكرة 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 بكرة، بعد أطلع أنزل، مستعد أموت شهيد الوطن، ما عاد فينا نتحمل، كانوا بفلسطين يهود، كان بسوريا في يهود، كان بمصر في يهود، كان بالجزائر في يهود، في تونس، في بالمغرب، وين ما كان، بالعراق كانوا مهنيين، كانوا معزوزين مكرمين. يوم انهجموا على بلدنا ب 23 ايار الساعة 12 بالليل صباحا الساعة 9:10 احتلوا القرية، جمعوا هالناس رجال سطونا على شط البحر تحت بيت شبيب الدسوقي كصفوف المصلين، ودينا على رؤوسنا هيك، جابوا هالرشاشات حطوها بين الرشاش والرشاش ابو 6-7 امتار هيك، كانوا مهيئيننا للاعدام. تيجوا جنود الاسرائيليين، انت قوم حط ايدك على راسك، امشي قدامنا، دير وشك على الحيط، رشوهم يرجعوا يهدوا غيرهم. مقابر جماعيه، مقابر جماعيه. خلال ساعتين كانوا معبيين شوارع القريه من الشهداء. فلسطين ان مالوش وطن مالوش دين. عمي اسه يقولوا لي يدبون على ارغام والقران والتوراه والنبي اللي زرته ورب الكعبة يدربوني، بروح ماشي وبعمل انتحاري ماشي من هون لفلسطين. ها انا العاجل